بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف السادس الأساسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع الحلقة الأولى من حلقات التعليم الصيفي. عزيز الطالب، اعلم أنك لم تفشل في اجتياز الامتحان النهائي، ولكن لم يحالفك الحظ. عليك الآن أن تجتهد وتركز جيدا لكي تجتاز هذه المرحلة. عزيز الطالب، الآن سنتناول في هذه الحلقة مجموعة من المهارات في اللغة العربية، فهيا بنا. كون كلمات من الحروف التالية: الميم والعين واللام. أبنائي، حروف اللغة العربية 28 حرفا. من هذه الحروف تتكون جميع كلمات اللغة العربية، سواء كانت أسماء أو أفعالاً أو حروفاً. من مجموعة الحروف التي أمامنا الآن أبنائي، نستطيع أن نكون كلمات إما من حرفين أو ثلاثة أو أكثر. تعالوا بنا الآن، سنقول على سبيل المثال علم أو علم، مع أيضا عمل وهي اسم، ونستطيع أن نقول عمل وهي فعل. أيضا معلم، لاحظ هنا أننا كررنا حرف الميم في هذه الكلمة وهي اسم. ننتقل الآن إلى تدريب آخر. كون كلمات من الحروف التالية: السين والعين والألف والدال. سنقول هنا أبنائي سعاد وهي اسم، أيضا ساعد وهي فعل، سعد وهو اسم أيضا، عاد. فهل تستطيع عزيزي الطالب أن تأتي بكلمات أخرى من مجموعة هذه الحروف؟ بالطبع نعم، ستقول على سبيل المثال عدس، وتقول أيضا دعا. أيضا هناك كلمات أخرى تستطيع أن تكونها من هذه الحروف، فاكتبها في كراستك. ننتقل الآن إلى تدريب آخر. كون أكبر عدد من الكلمات من الحروف التالية. لدينا مجموعة من الحروف: الميم والسين والنون والألف والباء والجيم والعين والياء واللام. تستطيع عزيزي الطالب أن تكون من مجموعة هذه الحروف الكثير من الكلمات. الآن تعالوا بنا لنكون بعض الكلمات من هذه الحروف. سنقول مال، ومال هنا فعل بمعنى انحنى، ويمكن أن نعتبرها اسما عندما نقول مال بمعنى نقود. مسلم، كما نرى لقد قمنا بتكرار حرف الميم في هذه الكلمة وهي اسم. من، كما نعلم حرف جر. سعل فعل. جميل. لا، كلمة أخرى. سجل فعل بمعنى دون أو كتب. باسل واسم أيضا. عن، لاحظ عزيزي الطالب أن الكلمات في القائمة الأولى مال، سعل، سجل هي أفعال، أما في القائمة الثانية مسلم، جميل، باسل أسماء. في القائمة الثالثة من، لا، عن هي مجموعة من الحروف. فهل تستطيع عزيزي الطالب أن تأتي بكلمات أخرى؟ بالطبع نعم، سجل هذه الكلمات في كراستك. ننتقل الآن إلى تدريب آخر.
حلل الكلمات التالية إلى حروف كما في المثال. الكلمة التحليل إلى حروف التركيب. صورة كما نرى، حرف الصاد، الواو، الراء والتاء المربوطة في نهاية الكلمة. أعدنا تركيب هذه الكلمة مرة أخرى فكتبنا صورة. عزيزي الطالب، عند تحليل الكلمات إلى حروف يجب عليك أن تعيد هذه الحروف إلى شكلها الصحيح. الآن وردة، سجل معي في كراستك. الآن لنحلل. واو، راء، دال، التاء المربوطة، ثم ركبنا هذه الكلمة مرة أخرى. بستان، لنرى، حرف الباء، السين، التاء والألف والنون، وركبنا الكلمة مرة أخرى. أشجار، الهمزة، الشين، الجيم، الألف، الراء، والتركيب مرة أخرى. أشجار. إتقان، الهمزة، التاء، القاف، الألف، النون، ثم التركيب مرة أخرى. ننتقل الآن إلى تدريب آخر. حلل الكلمات التالية إلى مقاطع كما في المثال. الكلمة التحليل إلى مقاطع التركيب. كما نرى، ملابس. تعالوا بنا الآن لنحلل هذه الكلمة إلى مقاطع. سنقول ملابس. لاحظ أن هذا التحليل يعودنا على القراءة الصحيحة، ويعلمنا أيضا كيف نلفظ الكلمة لفظا صحيحا. ملاعب. جرب معي الآن قبل أن نكتب هذه الكلمة، ماذا سنقول؟ نعم، ملاعب. انظر، لاحظ عزيزي الطالب أننا نقف عند السكون في التقطيع، فنقول ما، لاحظ هنا الآن، لاعب. نركب الكلمة مرة أخرى فنقول ملاعب. كلمة أخرى، ألعاب. جرب الآن، ستقول ألعاب، ألعاب. الآن كلمة أخرى، شوارع، فماذا ستقول؟ انظر جيدا، شوارع. نعم. الآن الكلمة الأخيرة، زهرة. كيف ستحلل هذه الكلمة إلى مقاطع؟ الفظ جيدا الآن، أعد مرة أخرى. نعم، ستقول زهرة. لنركب مرة أخرى سنقول زهرة. ننتقل إلى تدريب آخر. رتب الكلمات التالية لتكون جملا مفيدة. مثال، أزهار، ما، البستان، أجمل هذا. لاحظ هنا أن لدينا علامة الترقيم وهي علامة التعجب. ابحث عن اسم التعجب الذي ستبدأ به الجملة، ستقول ما. انظر، أجمل، أزهار هذا البستان، ثم نضع علامة التعجب. الآن اقرأ الجملة مرة أخرى لتتأكد أن الجملة قد رتبت ترتيبا صحيحا. ستقول ما أجمل أزهار هذا البستان. كلمات أخرى، تقطف حديقتي، لا
الأزهار مدرستك من. الآن لدينا حرف وهذا الحرف هو حرف نهي أي طلب. الآن أين هذا الحرف؟ سنقول لا. الآن ابحث عن الفعل. الفعل هنا تقطف. تقطف ماذا؟ ستقول الأزهار. من أين؟ من؟ نعم، حديقة مدرستك. والآن علامة الترقيم وهي النقطة. أعد قراءة الجملة مرة أخرى. ستقول لا تقطف الأزهار من حديقة مدرستك. كلمات أخرى: التاجرة، الجنة، في، إن، الأمين. لدينا أبنائي هنا حرف توكيد ونصب. سنبدأ به الجملة. ستقول إن ماذا؟ التاجرة. ما صفة هذا التاجر؟ ستقول الأمينة. ما باله؟ في الجنة. علامة الترقيم أبنائي هنا ستكون أيضا النقطة. اقرأ الجملة مرة أخرى. إن التاجر الأمين في الجنة. كلمات جديدة. صديقك، زرت، هل، علامة الاستفهام، المريضة. من علامة الاستفهام أبنائي هنا نعرف بأن هذه الجملة يجب أن تكون جملة استفهامية. سنبدأ بحرف الاستفهام ألا وهو هل. هل ماذا؟ هل زرت من؟ صديقك. تبقى لدينا كلمة واحدة وهي المريضة. ضع علامة الترقيم الآن. ستقول علامة الاستفهام. اقرأ الجملة مرة أخرى. هل زرت صديقك المريض؟ تدريب آخر. رتب الأعمال التالية التي تقوم بها من بداية يومك. ثم حملت حقيبتي متوجها لمدرستي. صحوت من نومي مبكرا، وهناك تلقيت دروسي ولعبت مع زملائي. تناولت طعام الإفطار ثم سلمت على والدي. توضأت وصليت صلاة الفجر، وبعد انتهاء الحصة الأخيرة رجعت إلى المنزل. لدينا مجموعة من الجمل. هذه الجمل متعلقة بحياتنا اليومية. فما أول عمل تقوم به من بداية يومك؟ انظر إلى الجمل جيدا. ماذا نفعل؟ سنصحو من نومنا مبكرين. ستقول صحوت من نومي مبكرا. ماذا تفعل بعد ذلك مباشرة؟ بالضبط، نتوضأ ونصلي صلاة الفجر. إذن توضأت وصليت صلاة الفجر. بعد ذلك ماذا تفعل؟ هل تذهب مباشرة إلى المدرسة؟ بالطبع لا. ستقول تناولت طعام الإفطار ثم سلمت على والدي. ماذا تفعل بعد ذلك؟ بالضبط. ثم حملت حقيبتي متوجها لمدرستي. في المدرسة بمن تلتقي؟ وهناك تلقيت دروسي ولعبت مع زملائي. الآن الخطوة الأخيرة، وبعد انتهاء الحصة الأخيرة رجعت إلى المنزل. الآن هل نستطيع أبنائي أن نكون من هذه الجمل فقرة؟ تعالوا لنرى. الآن لنقرأ هذه الفقرة. صحوت من نومي مبكرا فاصلة، معنى ذلك أن المعنى لم يكتمل بعد. توضأت وصليت صلاة الفجر، أيضا فاصلة. تناولت طعام الإفطار ثم سلمت على والدي، ثم حملت حقيبتي متوجها لمدرستي، وهناك تلقيت دروسي ولعبت مع زملائي.
وبعد انتهاء الحصة الأخيرة رجعت إلى المنزل نقطة، أي لقد انتهينا من كتابة هذه الفقرة، أي أن المعنى هنا قد اكتمل. أبنائي، من خلال الجمل نستطيع أن نكتب موضوعا تعبيريا وننطلق بعد ذلك إلى كتابة الموضوعات الأخرى. كيف نفهم ما نقرأ؟ سوسن بنت صغيرة ولطيفة، اشترى لها أبوها لعبة جديدة وجميلة من بائع اللعب الذي يسكن قريبا من المنزل. أخذت سوسن تلعب باللعبة وهي فرحانة، فإذا نامت تضع اللعبة على سريرها وتحكي لها القصص والحكايات. الآن أريد أن أوجه لك بعض الأسئلة. هذه الأسئلة إجاباتها جميعها موجودة في القطعة. ماذا اشترى الأب لابنته سوسن؟ الآن عد إلى القطعة مرة أخرى وابحث عن كلمة اشترى. نعم، اشترى لها أبوها لعبة جديدة وجميلة. ستكون الإجابة: اشترى الأب لابنته سوسن لعبة جديدة وجميلة. سؤال آخر: ممن اشترى الأب اللعبة؟ ممن نشتري اللعب؟ الآن عد إلى القطعة مرة أخرى وحدد الإجابة. انظر، سنأتي إلى السطر الأول: اشترى لها أبوها لعبة جديدة وجميلة. ممن؟ من بائعي اللعب. إذن ستكون الإجابة: اشترى الأب اللعبة من بائع اللعب. سؤال آخر: أين يسكن بائع اللعب؟ نعم، ستجد هذه الإجابة في القطعة أيضا. انظر، بائع اللعب يسكن قريبا من المنزل، فماذا ستقول؟ يسكن بائع اللعب بالقرب من منزل سوسن. سؤال آخر: ماذا كانت تفعل سوسن عند النوم؟ ابحث عن الإجابة أيضا في القطعة. فإذا نامت تضع اللعبة على سريرها، وماذا تفعل؟ وتحكي لها القصص والحكايات. الآن اكتب الإجابة في المكان السليم. ستقول: كانت تضع اللعبة على سريرها وتحكي لها القصص. لماذا اشترى الوالد اللعبة لسوسن؟ من أين نفهم ذلك؟ انظر، سوسن بنت صغيرة ولطيفة. معنى ذلك أن سوسن بنت مؤدبة، لذلك اشترى لها والدها هذه اللعبة. ستكون الإجابة: لأنها ابنته المحبوبة المؤدبة المطيعة. أبنائي، سنكمل مع مهارات أخرى بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظروني. فاصل ونواصل. عدنا إليكم أبنائي الطلاب مرة أخرى، تعالوا بنا الآن لنكمل مع بعض التدريبات. استخرج من القطعة اسما. كما نعلم أبنائي أن أقسام الكلمة في اللغة العربية ثلاثة أقسام، هي الاسم والفعل والحرف. تعالوا بنا الآن لنستخرج بعض الأسماء من هذه القطعة. أمامنا فقرة تتكون من الأسماء والأفعال والحروف. لنحدد الأسماء الآن. سنقول: سوسن بنت صغيرة لطيفة، أبو لعبة جديدة، انظر إلى التنوين، جميلة، بائع. انظر الآن اللعب، التعريف، قريبا تنوين، المنزل، فرحانة،
سرير القصص الحكايات. بعد أن حددنا هذه الكلمات، الآن لنأخذ كلمتين سنقول سوسن المنزل. استخرج فعلا، ستقول اشترى، يسكن، أخذت، تلعب، نامت، أيضا تضع وتحكي. لنكتب الآن كلمتين، ستقول اشترى، يسكن. استخرج مفردا وجمعا، انظر إلى السطر الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. الآن هيا بنا، السطر الأول لدينا كلمة لعبة، اللعبة واللعب، فجمع اللعبة اللعب. سنقول المفرد هو اللعبة والجمع اللعب. كلمة تنتهي بتنوين فتح، وتنوين الفتح أبنائي عبارة عن فتحتين. الآن ابحث عن اسم ينتهي بتنوين فتح، ستقول لعبة وأيضا جديدة وأيضا جميلة وأيضا قريبا. كلمة تنتهي بتنوين ضم، وتنوين الضم أبنائي عبارة عن ضمتين. الآن ابحث عن اسم ينتهي بتنوين ضم، ستقول فرحانة وأيضا بنت وصغيرة ولطيفة. استخرج كلمة تنتهي بتاء مربوطة، الآن انظر، ستقول صغيرة وأيضا لطيفة، لعبة، جديدة، جميلة وفرحانة. الآن لو تأملنا كلمة صغيرة ستجد أن التاء المربوطة هنا منفصلة لأن حرف الراء لا يتصل بما بعده. أما لطيفة فالتاء المربوطة هنا متصلة بحرف الفاء، ستقول صغيرة. استخرج كلمة تنتهي بتاء مفتوحة أو مبسوطة كما نقول، ستقول بنت أو حكايات، سنقول بنت. تدريب آخر، هات من القطعة مرادف الكلمات التالية، تقص، نحن نريد من القطعة، ستقول تقص بمعنى تقطع، ولكن في القطعة لها معنى آخر، انظر إلى القطعة جيدا. أقول الآن أقص حكاية أو أقص قصة بمعنى أروي. ابحث الآن عن كلمة بمعنى تقص أو تروي، ستقول تحكي، تحكي لها القصص والحكايات. كلمة أخرى، سعيدة، البنت سعيدة بما أعطاها والدها. ما معنى سعيدة هنا؟ نعم، انظر، فرحانة. تدريب آخر، هات من القطعة مضادة الكلمات التالية، بعيدا، نحن نريد المضاد، ومن القطعة، أقول المدرسة بعيدة جدا عن بيتي. الآن نريد المضاد، سنقول انظر إلى القطعة، قريبا، بعيدا، قريبا. كلمة أخرى، قبيحة، نقول القمامة قبيحة، أما الأزهار سنقول جميلة. مضاد قبيحة جميلة. ننتقل الآن إلى تدريب آخر، هات من القطعة مفرد الكلمات التالية، أسرة، وهي جمع لسرير. كلمة أخرى، بنات، انظر إلى القطعة جيدا، سوسن بنت، إذن مفرد بنات بنت. تدريب آخر، هات من القطعة جمع الكلمات التالية، الحكاية،
انظر الآن إلى السطر الأخير، القصص والحكايات. إذن جمع الحكاية الحكايات. كلمة أخرى القصة. أيضا ننظر إلى السطر الأخير، وتحكي لها القصص. إذن جمع القصة القصص. تدريب آخر، وفق بين الكلمة في العمود الأول ومرادفها في العمود الثاني. الكلمة الود، الوفاء، أبا، سخر، أصغى. الكلمات في القائمة الثانية: استمع، استهزأ، المحبة، الإخلاص، رفض. الآن نريد المرادف. الود، عندما أقول لك أنا أودك بمعنى أحبك. إذن الود مرادفها المحبة. الوفاء، الإنسان بطبعه وفي لوطنه. إذن الوفاء هنا بمعنى الإخلاص. أبى، أبى أبي الرشوة بمعنى أنه رفض. سخر، يقول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، بمعنى لا يهزأ أو يستهزئ. إذن سخر بمعنى استهزأ. تبقى لدينا كلمة واحدة، أصغى. عندما أقول لك أصغي إلي بمعنى استمع إلي، أصغى بمعنى استمع. هكذا أبنائي نكون قد انتهينا من هذا الدرس، أرجو أن تعم الفائدة على الجميع. سعدت بلقياكم، دمتم للعلم شموعا، ودام العلم لكم نبراسا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.